لي من هذا الموظف الجديد؟ هلا بيجي وبنتعرف عليه. الله يستر. أنا خايفة على قلنا شرنا. ما بعتقد. وليش بقى ما بتعتقد؟ لأنه لو ما كان مثلنا وفي براسه نغم، ما كان عمل واسطة ليصير بلجنة المشتريات. معك حق. على كل لازم ناخذ حذرنا منه لحتى نأمن له. هلا قاعدين تاخرنا شبكون ولا برا عم تستنانا والموظف الجديد اخي بناخده معنا المره الجايه شرفوا يا ستار يا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله انا ناصر الموظف الجديد اللي بدي يطلع معكم اهلين وسهلين اهلين وسهلين تفضل ضيفك في جرب معي تاب يلا وقت الضيافه خلينا نطلع نسترجل كاني شايف هالوش بس انا مو شايفه أنا متأكد إني شايف هالوش قبل هالمرة. لك أخي مسونا هلا متأكد وما متأكد شرفوا. أنا متأكد إنه ما لي شايفه. بيجوز. كأنك مو من الشام. إيه مزبوط أنا مو من الشام. وشو يلي خلاك تنتقل على الشام؟ مو أحسن لك لو ضليت هنيك عند مرتك وولادك؟ والله احسن اولا انا مو متجوز ثانيا هنيك عندنا المديريه صغيره هو المديريه ابحبح يعني شو يعني هو المجال اوسع شو ما فهمت يعني هنيك مصرياتهم قلال هون ما شاء الله يعني هون النبع حدا بترك النبع وبيلحق سلسوق ما يمكن فهمان اللعبه الاخ اخي باعتبارك جديد ولسه ما بتعرف تتعامل مع تجار الشام بتمشي معنا من دون ما تتدخل بشي وحصتك محفوظة اتفقنا؟ اتفقنا ولا مين شاف ولا مين دري ولا مين حس كمان تعرف يا أخي كأنه شايفك بس مو هو برات الشام مش وينك يا فارس؟ أهلين الشباب يا هلا أهلين يا فارس شرفتوا أهلين بالشباب يا هلا أهلين بموفق يا هلا بالشباب شرفوا سيدي شرفوا أهلين حبيبي أهلين رسيت علي من قصد بطارية؟ ليش في غيرك مقدم؟ أخي بالعرض اللي مقدمه حاطتنا 1600 ورقة سعر البطارية الوحدة مزبوط بس اللي بدك تقبض وقديش؟ 1300 مسجلة 1600 مثل العادة لا بدك نقص لنا شوي ما شايف نزلنا شلفوت مين الشلفوت؟ أهلين علي الحلال ما في نزل لك ولا فرنك أي سوق قدامكم روحوا دوروا إذا بتلاقوا أرخص خدوا بس في شغلة إذا أنتوا حابين تستفيدوا وأنا أستفيد في عندي كم بطارية نص عمر جاي من المعمل جداد هاي ما فهمتها شلون يعني جداد ونص عمر بحسب لكم واحدة ب 800 ورقة ومنسجلها ب 1600 مثل العادة طيب إذا مضروبين يا أخي فيوز شلون بدهم يشتغلوا معنا شو قلتوا استبينا أنا بالنسبة لي ما استبيت ما بيشتغلوا معنا هذول على راحتكم يا اخي فيوز عم يقول لك ابو موفق زدنا شلفوت معناها صرنا اربع شلفيط هلا بقى هي بطاريات نص عمرها ما بتشتغل معنا بدك تشوف لنا بربع عمرها مشان توفي معنا يا حبيبي على منعش حادي سبقنا على البواب لك طلع على شلفط منا مين في التوقيع وبخلص لازم اخذ تاكسي مشي ما بيمشي الحال شرف يا عبد العظيم شو هالشغله هي وعليكم السلام وعليكم شو طلباتكم اليوم؟ أخي بدنا ثلاث مراوح سقف وطني نوع أول إيه مو على عيني بس لازم نشرب شيء بالأول ما لزوم أخي
شو راح تحسب لنا الوحدة؟ ب 1700 ليرة، شو كرام عينكم؟ لا هيك كثير، هاي مو أول مرة نتعامل فيها مع بعض شباب. تكرموا، بحسب لكم إياها ب 1400 ليرة. هيك ما راعيتنا بنوب. إن شاء الله مو غالي هذا معلم. لا سيدي بس يعيش باب بنتفق على سعره إن شاء الله. إيه سيدي. إذا بدكم بضاعة ستوك عندي. شو يعني ستوك؟ يعني ما بتبرق؟ تبرق بس شفراتها مو مظبوطية. شو بتحسب لنا الوحدة؟ ب 1200 ليرة. إذا ب 1000 بناخذها. ماشي الحال. عملنا عروض أسعار. على عيني. قد إيه هي هذا الغاز معلم؟ سيدي إذا هي ما بتفرق بيناتنا شوف شو بيعيش باب وبعدين بنتفق. إيه سيدي. هي عرض باسمي ب 1700 ليرة. شريف. بحط لك الخدمة. شرف سيدي. وهي عرض ثاني باسم ابن اخي ب 1750 ليرة. شرف سيدي وقت لنكتب لك كلام. وهي عرض ثالث باسم ابن عمي ب 1800 ليرة. الله يجزيك. الله يخلي لنا اياك. شرف. تفضل يا سيدي. ما بي الا توقيع واحد ان شاء الله لحق قبل ما يخلص الدوام. شرف يا عبد العظيم. طيب امرا مع السلامه. بتعرف انه كنا خايفين منك بالاول. انا اللي كنت خايف انه واسطتي تروح على الفاضي بوش. اخي اذا واسطتك ثقيله حاول تجي على اللجنه معنا بلا ما يطلع له واحد منا براني ويصفي بوش. هي انا ما راح طالع حدا لبرا، انا راح طالعكم كلكم. قصدي راح طالعكم كلكم باللجنة سوا، كلكم سوا باللجنة الجديدة. ليش في تشكيل لجنة جديدة؟ لسه دورتنا ما خلصت. مزبوط بس المدير العام سمعت عم يعمل تغييرات بالمديرية، اليوم غير رئيس المرآة وفي ريحة يغير لجنة المشتريات. أم الحرام المدير العام. يغيروا لجنة المشتريات؟ منين سمعت؟ سمعتها من مصادر موثوقة. من مصادر موثوقة. هي أنا ما بتفرق معي، بأمن حالي، واسطتي لساتها موجودة. وأنا كمان. معناتها ما راح تروح إلا علي. ليش وين واسطتك؟ طارت بعيد لعنك. بسيطة، بكره بتهدي لها بشي قرنة وبتلحقها. بعيد الشر، الله لا يقدر. ليش لوين هديت؟ بالسجن. إذا هيك لا تلحقها. ايه سيدي هاتوا لجوك قبضونا. شو بدنا نقبضك؟ حصتي من فرق المصاري بين الفواتير اللي جبناها والمبالغ اللي دفعناها. انا حسبتهم بيطلعوا ايه 10,000 ورقة. والله فتح اوام لحقت تحسبهم؟ يا كان بدي اعطيتوني فرنكين وقلتولي هي حصتك. يلا ناولونا 2500 ورقة. ولشو 2500 ليرة حبيب قلبي؟ مبيني حاسبها انا المبلغ كله 10,000 ورقة، نحن أربعة بيطلع للواحد 2500 ورقة. إيه بس نحن ستة مو أربعة. شو ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة، وين اثنين التانيات؟ ها عندك السائق بده حصته. إيه مزبوط هذا نسيته أنا. طيب وين الساتر؟ الأستاذ ممدوح، شو نسيته؟ لا شو أنساه؟ أعوذ بالله هذا لازم من راس عرمي نعطيه من راس الكوم هذا. طيب سيدي صرنا ستة 10,000 ورقة على ستة بيطلعوا 1666 ليرة و40 قرش. يلا ناولونا 1666 ورقة. ما حذرت حبيبي. ليه؟ بقي اللجنة بدها تستلم منها الأغراض وتوقع على الاستلام وتدخلها على المستودع. وليه؟ هي كمان بدها؟ لكن حبيبي اللي بده ياكل 10 بده يطعم التسعة. كأنه شايفك. شو كتار انت؟ تسلموا تحياتي يا ابو صالح. الله يسلمك. عم عزبك معي انا. ولو بدك تطلع. انسي امل تعي لعندي شوي. ايوه استاذ. انسي امل
مين المسؤول عن استلام المواد من لجنة المشتريات؟ الأستاذ أبو حامد. طب اطلبي لي على التليفون فورا وحولي لي إياه. حاضر. وأخيرا خلصت الحمد لله. بيان ساعة لازم لحق لحتى أوضح. تك وصلنا الله يرضى عليك من لحق الراتي والشغلة مالك فيها انت عبد العظيم بدي مبلغ فيها. مع السلامة. انت عمل مثل ما عم قلك وعلى مسؤوليتي. سيدي حتى لو كانت الأغراض سليمة حاضر استاذ. بس يعني نفذ اللي قلت لك عليه. هي كمان مرحبا ابو حامد. شو قصتك اليوم عم ترفض الاغراض؟ مالك بالعاده اخي. انا ما بستلم اي غراض الا اذا كان مطابق للمواصفات. وهي مروحة سقف ثلاث شفرات، شغل وطني نوع اول، مثل ما جاي بطلب الشراء. صحيح، بس شفراتها مو مزبوطة. شلون؟ ما سمعت شو قلت؟ شوف الخط هذا ماله متعامد مع خط الافق. بعدين انا كاني ملاحظ انه شايف في شفره اضيق من شفره. دخلك وشلون عرفت مازال ما استا؟ الشغله ما بدها قياس، واضحه مبينه بالنظر. حط هي على هي بتلاقيها واضحه، فارقه من هون ميليين ومن هون ميليين، واضحه. هلا مشان ميليتين بدك تفركس لنا الشغله؟ هدول الميليين المعاجبينك بخلطوا جريان التيار الهوائي كله بالاوضه اللي تركب فيها، والشي هاد بيعمل وجع راس عند الموظفين. عم تحكي جد؟ طبعا عم بحكي جد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهدول كمان مرفوضات. ليش بقى؟ شو بالبطاريات كمان؟ باين عليهم نص عمر. ها؟ وكيف عرفت انه نص عمر؟ حضرتك صاير خبير بالاعمار؟ لا بس مبين من لونها انه مو تمام. شو بلونها؟ بطاريه جديده سودا وطنيه، شو بده يكون لونها؟ سودا. وهي سودا. مزبوط سودا، بس مبين من لونها انه بلاكاتها مو تمام. يا حبيبي شو انت فحصت البلاكات؟ ها ممكن تقلي كيف عرفت انه بلاكاتها مو تمام من دون ما تفحصها؟ انا عيوني تصدر اشعه سينيه بتخترق البطاريه وبتكتشف بلاكاتها. يا حبيبي العين تحرسك شو فتح. يخرب بيته يخرب بيته متنح متيس فرتة تيسة. المهم هلا شو بدنا نساوي بالاغراض اللي عنا؟ ما قلنا غير نرجعه ونشتري غيرهم، وعوضنا على الله هالمرة. ها؟ عوضنا على الله؟ المرة الماضية قلت لكم مدوا ايديكم شوي لابو حامد، ما حدا سمعني، ولك مدوا ايديكم ما حدا سمعني، هي عصلش، ومن هذيك المرة حاسة مدوا عصلش وهي عصلش بطلوا. غريبة. بوش مين متصبحين اليوم؟ لك طلعت من البيت قبل ما اشوف مرتي. ما في غيره ناصر افندي. يا سيدي هذا وشه نحس، يا طول عمرنا بنسلم ونشتري ما بصير معنا هيك، هي اول مره بصير معنا هالشغله. ايه بس ناصر افندي ما تدخل بشغلنا. كلام سليم صحيح. انا حاسس انه له ضلع بالموضوع. ايه بحياته ما عاد يطلع معنا مره ثانيه، مو تكون واسطه الاستاذ ممدوح، إيه يكون المدير العام بذاته. ابري عليك ابو موفق. استدينا استدينا شيء في شيء؟
لا سيدي ما في شيء. شلون هالموظف الجديد معكم؟ ماله ماشي حاله بنو؟ حمار عجنكم. هالشغلة مو خرجوا. ليش شو عمل؟ كان ممكن يورطنا ونشتري بالغالي، ويكلف المديرية مصاريف إضافية ما لها لزوم. غير هيك، لو تركناه بالسوق لحاله، كان ممكن يبيعوه بضاعة ستوك منزوعة. لساته غر. هالشغلة مو شغلته. لجنة المشتريات بدها ناس عندها خبرة، وإلا التجار بغشوهن. معلومكم سيدي، ما في أشطر من التجار، وإذا ما كنت أشطر منهم بياكلوك سيدي. وإن شاء الله توفقتوا اليوم بالمشتريات وما خليتوا حدا ياكلكم. أعوذ بالله، مين بيقدر يضحك علينا؟ درنا السوق كله ما خلينا محل إلا وسألناه عن الأنواع والأسعار، واشترينا أفضل الأنواع بأرخص الأسعار. عظيم، الله يعطيكم العافية. سيدي، صحيح بتكون شكله لجنة مشتريات جديدة؟ شو؟ أوامل لحقتوا تسمعوا بالخبر؟ معناها كلام ناصر صح. شو قلت؟ عم بقول إذا كنتوا مصرين على أن الأستاذ ناصر يضل باللجنة، أنا بدربه وبعلمه وبفهمه كل أمور الشغل، وبعتقد بيطلع منه شيء. سيدي، ليش ما تنزل اسمه بدال الأستاذ سليم؟ وليش مو بداله؟ إيه صحيح، هداك واسطته طارت، أنت واسطتك لساتها شغالة. على كل إن هذا شغلي، أنا بشيل اللي بدي إياه وبعين اللي بدي إياه، ولا شلون؟ مثل ما بتقول سيدي. فعلاً فعلاً قصة حلوة كتير كتير ورح تنجح بالمسلسل، بس أحمد بترجاك تكتب لي اللي حكيت لي حرف حرف. هلا أنت عم تحكي جد بخصوص المسلسل؟ طبعاً جد، إن شاء الله فكرني عم بمزح. طيب ما حسبت حسابي رفضوا لك إياه بالرقابة؟ وليش بدهم يرفضوا لي إياه؟ أنا لا عم سب حدا ولا عم هاجم حدا، أنا عم بحكي عن مدير عام شريف حابب يصلح شركته، شو فيها؟ لا يا سيدي، بالمسلسل بدي أعمله وزير بالنكاية. وزير شريف، حدا له اعتراض؟ يعني مصمم؟ طبعاً مصمم، وبزعل منك كثير أحمد إذا ما ساعدتني. طيب، راح أكتب لك كل شيء بيصير معي. وبالتفصيل الممل. الأواعي جاهزين؟ جاهزين. افرح يا قلبي. اشتم لي قلبك وطاقيتك، كترني زيتون زيتون، انا بحب الزيتون. صدقني ما عاد توفي يا استاذ. زيتون والله صدقني ما عاد توفي. وهي ساندويشتك سجلها لاخر الشهر. ايه مرحبا بابي. بابي السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين عم. عمي ساوي لي شي ساندويشه هيك طريه على اسناني. على راسي. تمام على عيني عم. وهي هيك هيك كمي صحتين الغداء ان شاء الله سمني وعافي. لا تسوي شباب عم نمزح. صحتين ما له ورقه. انت كمان ان شاء الله صحتين وعافية. خير عم؟ على شو عم تدور؟ انا على شو وصيتك؟ انت على السندويشي ليك على النار؟ الغير بطلت محل التبطين. السلام عليكم. يا حبيبي هالمديرية كان ناقصها مجنون وهلا كملت. دايماً ورك ورك. دخلك يا ابني. لو سمحت شوف لي هالمعاملة عند مين؟ يا ابي انا شو بيعرفني؟ بس مو ما في مشكلة بنشوف لك يا بدك ما تأخذني. انا سمعي قليل شوي، بدك تعلي صوتك. يعني وين بدنا نسأل؟ مشي معي مشي. شو قلت؟ عم اقول مشي معي. لك اخي ما سمعت. شو بدك تمحني انت؟ مشي معي يا ملا مشي معي. حبيبي علي صوتك علي صوتك لحتى اعرف. ايه مشي معي. كده تخلصني. دق لك خطوة.
السلام عليكم. أهلين وسهلين. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شلونك؟ الحمد لله. والولاد شلونهم؟ الحمد لله. العيال إن شاء الله كله بخير؟ الحمد لله. قرايبينك شلونهم؟ الحمد لله. وجوز عمتك إن شاء الله ما في مشاكل عائلية؟ أخي لا تضيع لي وقتي، الله يرضى عليك، وراي شغل ومالي فاضي لك. هلا بيدخل المدير العام بحسبك واحد صاحبي وعم نطق حالك أنا وياك. هذا كل الآن صرت تخاف من المدير العام؟ أخي شو دخلك؟ كنت بخاف من المدير العام ولا ما كنت بخاف؟ بدك شي مستعد أخدمك بعيوني، وغير هيك لا. ابري عليك ابري عليك، هيك بدي اياك. شايف شلون تغير الجو؟ شو قلت؟ شو عنا هذا؟ شو دمي؟ خلي لي اياك، شوف لي المعامله وين؟ اخي تطلع على الطابق الفوقاني، ثاني غرفه على ايدك الشمال عند الاستاذ نزار، وبعدها ترجع لعند الاستاذ عبد العظيم بيأشر لك عليها. يا عيني عبد العظيم، شو اسمه؟ عبد العظيم الواوي. واوي صار ذكر هذا كواوي. حبيتها منك هي. عن اذنك بس سلم على الاستاذ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تسمح لي هيك بسؤال واحد؟ تفضل. ما ضيفنا قهوه؟ هلا بطلت، ما عاد نقدر نشرب القهوه غير بالبريك. بدي اسالك، شو صار معك ومع مرتك؟ لساتهم شعراتها منكوشين وبدك تطلقها؟ وانت شو عرفك؟ العصفوره قالت لي. امشي امشي بدك امشي بدك تذبحني امشي على مهلك شويه. لك شو ابو سمير؟ انفضحنا. يلا شبك ميت على مهلك شويه. يلا 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 شو هذا الدرج؟ الدرج شبك كل هاد بده يطلعوا. شو لك بدك يا هوي سل عندك؟ يلا لا 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 اطلع اطلع بس على يا ريت تسند شوي بايدك. يلا بايدك الله يخليك ساندك طفي لي بهل شوي. اي لك شو اي شباك لساتك شب شب اي شب اي شب ما بقى ما بقى فيه ما بقى فيه ما عاد فيه. لا ما شاء الله مثل الدم مثل البن ما شاء الله. مثل البن يا حلاوتك شوي حتوقعني. شو بدك تحني هون؟ انت كم وحده من الجواز؟ انا ثلاثه على عصمتي. ثلاثه وعلى عصم الله لا يوقف. ثلاثه هدري لكان هدري، انا وحده عم برجع لورا. هدري شو قلت؟ لك هدري لك طول بالها. كزبره براسيا ماشي هيك بدي اسد البيت. هات بدي اشوف، هات اجيني اشوف شو سويت؟ حسبي الله ونعم الوكيل. غلط يا ابني غلط. هاي المسألة مو هيك بحلوها. لحتى يحلوها لازم نعرف طول ب جيم، ولحتى نعرف طول ب جيم لازم نطبق نظرية فيثاغورس، بتعرفها؟ يمكن سمع فيها بس نسيانة. هي طبعا نسيانة، لأنه آخر عقلك الدوري العام والطابق. ذكرني فيها سأ. ما بصير ذكرك فيها يا ابني، انت لازم تعرفها لانه انت اللي بتقدم الفحص مو انا. استاذ حتعجز اليوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خلي عنك عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة ممكن تشوفي المعاملة وانا بحكي له عن هدف فيثاغورس. انت شو بفهمك بالرياضيات؟ طيب هلا انت الله يرضى عليك شو بدك انت؟ انا بفهمه الدرس، انت شوف لي المعاملة. ليتي ابني الله يرضى عليك، خذ كتابك وبتطلع على نظرية فيثاغورس بتفهمها وبتجي لعندي الدرس الجاي فهمانة حافظها، فهمت؟ ايه فهمت استاذ، شكرا. عفوا. بكره بيجي لعند ابي وبيحاسبك. ايه مع السلامة. ايه شوف لنا المعاملة معيتك. حسبي الله ونعم الوكيل. خود عمي شوف لنا يا هي بيمشي حالها بلا فيثاغورس، دبرها بأرخميدي. عم تخفف دم يا بي؟ لا عم بتغلظ يعني عم بتسأل. المعاملة ناقصة، وين إيصال دفع الرسوم؟ ما بعرف لأنه المعاملة مو إلي لرفيقي، لحظة لأسأله. سيب تعال، وين وصل دفع الرسوم؟ شو قلت؟ دفعت الرسوم؟ إيه على مهلك شوية، ما دفعت شيء. ما دفعنا. إيه
خذوا ادفعوا الرسوم بالمديرية الفرعية واستعجلوا لكم شوي لأنه الصندوق بيسكر الساعة 12:30 فهمت؟ هيك على عيني خاطرك أينشتاين. مع السلامة. هذلي يلا هذلي ثلاثة امشي بس. الله ونعم الوكيل. مين اجانا هذا؟ عندك تاكسي؟ ايه معي تاكسي. ايه؟ ايه؟ فاضي فاضي؟ لا هذا خامس طلب باخذه على الفرعيه. اه شو عرفك انه رايحين لهني؟ ايه انا موظف هني. شلون موظف بيشتغل على التاكسي؟ اضافي. ايه الاضافي وقت الدوام. لك سيدي مين مدور على الدوام؟ مفوت بكير منوقع وهذا وش الضيف. اطلع حجي اطلع. اطلع يا فريد. لا يلا. يلا يا فريد يلا. يلا. انت ليش ما بتترك الوظيفه وبتضلك عم تشتغل على التاكسي؟ لك ليش لا اترك الوظيفه؟ بحصه بتسند جره وبعدين بلا ما نقول شعره يعني بتعرف انت استاذ الوظيفه منيحه لقدام شان تقاعد. قديه صار معفيني يا دود؟ هات هي 25. هي 25. طيب شلون المدير ساكت لك؟ المدير المدير ما عرفان حاله بقديش ابنوه، كل همه يعبي جيبته وعلى شفق. طيب اسمع لك المدير العام شلون ساكت لك؟ لك مديرنا العام جديد دكتور ما بيفهم امور الشركه شيء، بدك تقول خيطي بيطي ما. ايه طيب شيخ عمي قديش طلع العداد؟ 35 ورقه. ليني معك انت يا فريد. انا والله يا فريد. يا سلام عليكم. اهلا اهلا انا الي ولا الو؟ اهلين اهلين. شرفوا يا عمي. شرفوا سيدي شرفنا مزبوط. 5 استاذ. 5 يلا. 5 مشان شو؟ يا الله يعطيك العافيه. شو الاسم الكريم؟ محسوبك لبيب الناصح. ترى نحن انتصحنا بشوفتك. الله ينصحك. هو يا عمي. يلا فريد. يلا وصلنا استاذ. لا يعطيك العافيه. والله يا عمي صعب علي. استنى. لا شو السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظك. وحشني. معك ليرة؟ ما معي ليرة. ولا أنا معي، معناتها بيبقى لك بزمتي 4 ليرات. مسامح مشيني بس. تسلم. تفضل. اللي بعده. تفضل. مية وثمان وثلاثين ليرة. حاضر. مية وثمان وثلاثين. مية. 10 20 30 35 هي 38. شاطر يا عيني عليك. بدي علي هاي 7 البنز. شو قلت؟ ما دخل. تفضل. يلا يا خوان. تفضل. نعرف منه شفته؟ سمعنا. 90 ليرة و20 قرش. ايه تكرم. شو اللي يكون حاسبها؟ هي 95. يسلمون. يسلمون. 95. يسلم والدين. فين الباقي؟ الباقي؟ ما معي فراطة، معك ليرة؟ لا ما معي ليرة. ايه ولا أنا معي. روح جيب فراطة وتعال. هلا أنا لازم تكون معي الفراطة ولا الفراطة لازم تكون عندها؟ لك أخي منين بدي أحقلكم؟ شو شايف عندي نبأ؟ هلا إذا كان يروح جيب اسمع. إذا كان يروح جيب ليرة مشان وقف ساعة بالدور. لا اخي مسامح الله يسامحه. هو ني اللي بعده. تفضل. اخذت هذيك يا شيخ. خذ الكمالي. اي ماشي. 245 ليرة. على عيني. 240 45 هاي 250. الله يسلم. اديها
اعطيتك 250. ايه مزبوط. يعني بقي لي 5 ليرات. ايه هاي الخمس ليرات حق الطابع. طابع شو؟ انا لازق كل الطابع المعامله. حبيبي هذا الطابع مشان مكافحه الايدز. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. مثل الميشار على الطالعه بتاكلوا وعلى الناس اللي بتاكلوا. شو بدنا هي؟ 71 ليره و45 قرش. شو قلت؟ 71 ليره و45 قرش. ايه على عيني تكرم عينك. 70 و40 45 قلنا 10. لك ابعد. انا بدفع. بدك تاخر العالم. انا بدفع. شو قلت؟ لك بدفع له بعدين بحاسبك. انا خذ عمي مشون احسن. هي 100 ورقه. 71 ورقه و45 قرش. 70 امسك شوي. هي 45 قرش. مهونه. وين مهونه لك عمي؟ بيانا 3 ورقه و55 قرش. ايه ما معي فراطه؟ شفت عينها؟ لا في معك فراطه. افتحها وهذا الدرج. مو شغلك. شو مو شغليك عمي؟ اعطينا حقنا. شو مو شغلك؟ اخي هاي ال 100 ليره. ايه هات ال 25 وهات البصل. روح جيب 71 ليره و45 قرش وتعال خذ المعامله تبعك. ايه بجيبهم بجيبهم. رجع لك. انا بجيبهم. ايه استناني راجع انا. شو قلت؟ لك استناني. اخي ليش عم تعيط؟ بخسر لي طبله ابني. 5 ب 4 5 ب 4 خمسة بأربعة خمسة بأربعة خمسة بأربعة خمسة بأربعة. ما صرفنا الخمسة. صرفنا الخمسة. صرفنا الخمسة. ما صرفتها. دبرنا الخمسة. فراطة. فراطة. ايه فراطة. صرفنا الخمسة. على عيني. واحد اثنين ثلاثة أربعة. بيا ورقة. أنا هيك بصرف خمسة بأربعة. بدك ما بدك خذ خمسة. لك لا بدي. ليش هيك عصبي أنت؟ خذها الورقة. حلال عليك أحسن ما أخذها. ده اسمع لإلا فيك تصرف لي الورقة بدون عمولة؟ إيه على عيني. تسلم. تفضل. يا يسلموا. بس ليش طالع خلاك لك عمي؟ لساتك بأول عيشتك أنت. يلا خمسة بأربعة خمسة بأربعة خمسة بأربعة خمسة بأربعة خمسة بأربعة خمسة بأربعة خمسة بأربعة. وعدك عمي اجت الفراتة بعد اجت الفراتة. هي 71 ورقة ونص. مسامح بالفرنك. خليها تبين معك. خير خير كثير ما شاء الله حولك. 71 و45 تستاهل. ايه تفضل. ايه ادينا المعامله. خذ هي المعامله. ايه يلا عمي كرر. لك يلا يلا فيه. لك شو هالطوش اللي عم تسوي لنا يا هون؟ يلا عمي يلا كرر. عم شو الناس هي؟ العمى ما قدناها. هلا عرفت انا منين بيصمدوا وبيشتروا بيوت. هات معاملتها. اذا قلنا وسطيا عم يطلع له من كل معامله 3 ورق. بيمرق على راسه اقل نهار 200 معامله. 3 ضرب 200 600 ضرب 3 بيطلعوا 18000 ورقه بالشهر. يعني قد معاشي على شهرين. ما فهمت علي. هلا وقتك انت. امشي خلينا نلحق المديريه العامه. امشي اللي بعده. امشي. استاذ اهلا وسهلا. اهلين ناصر. قل لي راجع كنت استنيتك. كفو يا سيدي. والله استاذ زمان مشي الحال. تلاقيني هون انا بانتظارك. كنت خيرك. شان معامله يعني. انفصحنا بشوفتك نحن. انفصحنا بشوفتك نحن. يا فريد احنا اهلين حبيبي. اهلين استاذ. الحمد لله. ما بعرف يا عمي والله ما بعرف. المدير العام قال بس يجي تقعد ترتاح عندي تستنى. شو قلت؟ عم اقول المدير العام قال بس تجي عود ارتاح استنى عندي. مشان شو؟ ما بعرف. انا المدير. المدير العام مديرنا. مديرنا. ومنين بيعرفني؟ شو بيعرفني انا؟ بجوز حدا متوسط لك عنده. شو قلت؟ عم اقول عمو عود ارتاح لجيب لك كاسة شاي. عود ارتاح. كتر خيرك. ارتاح. يا بس وينك؟ إذا كان كازوزة بيكون أحسن وخليها حمرة لو سمحت.
شو قلت؟ يا حبيبي أمنت بالله على النهار، وش مين مصبح اليوم أنا؟ خربيتك يا عبد العظيم. فساد؟ شرف. شو قلت؟ شرف معي لأعطيك معاملتك، قوم شرف. لك أنا مهل شوي. أنا مهل؟ ما كنت مستعجل اشتكيتني للمدير شرف. يعني انتظر شوي لنشرب الكازوزة الحمراء بعدين نروح لك المعاملة ما بتطيب. ايش راب الحمراء والخضراء والصفراء بس تخلص الحاني على مكتبي؟ خربت بيتي، راحت الدروس الخصوصية. يا حصلتي عليك يا عبد العظيم، لا اتصل بالطلاب مشان ما يجوا على الدائرة. يا حصلتي عليك يا عبد العظيم. حاوضي على الله بلا كازوزة. لك وقف، لك وقف وقف، مين بتجيح مني على الدرج؟ لك وقف الله يرضى عليك. بس هو اللي توقعت. الله يوفقك يا سيادة مدير العام ويخليك ويعلم مراتك ويخلي لك ولادك وبعد عنك ولاد الحرام يا رب. خمس نسخ من كل وحده. شرف استاذ سليم. استاذ سليم. تفضل. لوين؟ عند المدير العام. طيب في غيري؟ انت بالذات هلا بتفوت. شرف. من هون استاذ سليم؟ هون المدير العام. لا احتراماتي. اهلا اهلا. يعطيكم العافيه استاذي. اهلا اهلا استاذ سليم، تفضل ارتاح. اهلا وسهلا فيك. اهلا استاذ سليم، انت امين الصندوق عندنا بالمديريه ما هيك؟ خدامكم سيدي. تفضل ارتاح. تفضل. شو معك شهادات؟ سيدي انا معي ثلاث شهادات، معي السادس ومعي كفاءة أخذتها بال 84 ومعي بكالوريا علمي. لا 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 سيدي، معي بكالوريا علمي أدبي. تفضل تعال. تفضل تعال. بس يبدو أنه عندك اهتمامات طبية، أنت بتقرأ مقالات طبية كتير؟ يعني سيدي محسوبكم يعني عنا شوية اطلاعات طبية ما بخلى الأمر. طيب شو بتعرف لي مثلا عن مرض الإيدز؟ يعني سيدي مرض الإيدز يعني مو أكتر من الشيء يعني سيدي اللي بيكتبوا عنه بالجرائد. وشو بيكتبوا عنه؟ سيدي يعني الله يدفع البلاء، يعني بيكتبوا عنه إنه سيدي الله يعافينا ويعافيك يا سيدي، يعني الشغلة إنه بيكتبوا عنه إنه مرض خطير جدا جدا والله لا يبلينا. طيب وما بيكتبوا عنه مثلا إنه الدول عم تحاول الحد من انتشاره وإنه على المواطنين أن يساعدوا الدول في ذلك؟ بلا سيدي عم يكتبوا هيك شيء. طيب برأيك شلون المواطن العادي ممكن يساعد الدول بالحد من انتشار مرض الإيدز؟ سيدي إن شاء الله صدقت أنا سعيد معي ثلاث شهادات، بس يعني سيدي أنا معلوماتي الطبية كتير سطحية يعني ما لها طعمة. بس أنا عندي اقتراح، بدك تقلي شو رأيك فيه؟ والله يا سيدي ممتاز. أنا لسه ما قلته. تفضل سيدي. أنا عم بقترح إنه نعمل طابع نسميه طابع مكافحة الإيدز، تكون قيمته مثلا 5 ليرات، بمعنى لما بيجي المواطن يدفع على الصندوق شو بيطلع عليه بناخذ منه 5 ليرات زياده. شو رايك سيدي؟ انا يعني انا بالنسبه لي يعني شو بدي اقول لك سيدي، انتوا اكتبوا هذا الشيء يعني طالعوا قرار، اكتبوا شيء خطي، قرار اكتبوا قرار بهذا الخصوص، ونحن سيدي من نفسه نحن ما علينا غير التنفيذ. سيدي من نفسه. بس انا سمعت انك انت عم تنفذ الامر وعم تنفذ هالقرار قبل ما انا طالعه. اعوذ بالله سيدي، اعوذ بالله. شو هالحكي؟ اكيد بدي احكي لك سيدي، بدي اوقع بيني وبينك، له غرض له مصلحه بهذا الشيء، مو معقول انا سيدي معقول انا كمان هيك عم اقول. تفضل ارتاح استاذ سليم. قلت لحالي مو معقول كمان موظف منقول لعنا جديد ينفذ قرار قبل ما طالعه. شايف سيدي؟ سلامت فمك سيدي، معقول يعني انا من عندي هيك طالع قرار ونفذه وقعد اكتب بدون ما ارجع لك سيدي؟ مو مستحيل. انا كمان عم اقول هيك. اعوذ والله يا سيدي. لا تحلف. بس قالوا لي انك انت عم تاكل على المواطنين الكمالي، يعني ما عم ترجع لهم. اعوذ بالله سيدي، اعوذ بالله. شو ما رجع له الكمالي؟ اعوذ بالله سيدي. بس هي شلون بتصير القصه سيدي؟ انه يعني بتصدف عاده بيجي زبون بيجي للمراجع يعني بيكون زايد له ليره نص ليره، شغله مو محرزه سيدي سلامه خيرك، فانا يعني بنحرج منه. هو لحاله شو بيقول لي؟ بلاها
انا يعني بالحرج باخذها. بعدين سيدي انا شو يعني شايفني مصرف على طول بده يكون معي فراطه سيدي؟ بس قالوا لي انه في عندك درج مليان فراطه. سيدي درج منين هي شغله الدرج كمان سيدي؟ سيدي سيدي عن جد التوبه، اخر مره ما عاد عيد ابنه. لك ما بيكفي عم تسرق الناس وعم تسرقهم باسمي كمان. انا قلت لك تاخذ وتسرق من الناس حقهم؟ سيدي خلاص بقى سيدي، إنها لك التوبة عن جد ما بعيدها سيدي عن جد. تاني مرة إذا عدتها أصلي ثاني سيدي وأنا بوعدك رح ساويها رح أصوه. طيب سيدي أنا شلون بدي أحكي؟ مو المهم تحكي، المهم إنك ما تسرق. شبك صفنت ما بتقدر ما طول. لا تخاف أنا بيطلع، كل اللي بيفوتوا بيطلعوا. شرف سليم، وين شو صار معنا؟ شو صار معي؟ كان عم يسألني عن موضوع الإيدز. الإيدز؟ شرف أستاذ سليم. شرف. حاضر أستاذ. من هون أستاذ سليم، هون الباب. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت لبيب الناصح ما هيك؟ نعم أستاذ. بعتقد إنك سائق عنا بالمديرية. أحسن سائق بكل المديرية أستاذ. وكل شغل المديرية صغير على كتافي، صدقني لا بكل ولا بمل، على طول مشاوير، روح لهون وتعال هون. يعطيك العافية. وهالمشاوير هي كلها للمصلحة العامة ولا فيها مشاوير خاصة؟ يعني ما بيخلى الأمر. توصيل جرة غاز للبيت، ربطة خبز، شوية خضرة، شيء من قريبه أستاذ. بس أنا سمعت إنك عم تشتغل على سيارتك الخاصة أثناء الدوام. هالكلام صحيح ولا لا؟ أعوذ بالله سيدي، شو هالحكي؟ صحيح عندي سيارة عم اشتغل عليها، لكن بعد الظهر مو أثناء الدوام. لا أثناء الدوام، حتى بالعلامة مبارح وصلت اثنين، في واحد منهم ختيار كبير كتير بالعمر، وجابوا لي هالتذكار منك. بجوز أستاذ، مبارح كنت إجازة واشتغلت على سيارتي قبل الظهر. طيب واللي قبله؟ واللي قبله واللي قبله؟ بتحب كمان ذكرك شو حاكي للجماعة اللي وصلتهم على المديرية ولا بلاها؟ ما في داعي سيدي. شوف يا ابني، إذا بدك تشتغل أثناء الدوام يا بتختار الوظيفة يا السيارة. إذا وصلت الشغلة لهون السيارة أستاذ. أصبح بتروح بتقدم استقالتك فورا. مثل ما بتأمروا سيدي. أيوة الشامل. هلا حاجتك قرق، فوت البيت خلينا نمشي. اللي بشوفك مستعجل بفكرك مستعجل شوي. يعني شو رايك تعمل لنا اثنين قهوه على ذوقك مشان تتمرن تاخذ ايدك؟ هلا وقت مسحه خلصني جاي جماعه البيت. يلا البيت جاد. شوف لي صباط صباط صباط. ليك شوف لي الفرده الثانيه. ما حول ولا قوه. احنا جد دور بعدين لا خلصني الفرده الثانيه. شو لا هلا انت هيك بدك تروح؟ ايه شو فيها؟ بتضحكوا علينا كثير فاقع. لحظة بعدين مشان ما يعرفوا. لك لشو بس لحظة هي لا خلصني فليني يلا. ايه يلا يلا مشي جاكيت وين؟ تعلم قد ما بدك يا سيدي. هذا احسن محل بيتعلم منه الواحد. تسلموا لي.
يا معلم. ايوه حبيبي جاي. لو كل هالممثلين اللي عنا يتصرف مثلك هيك ينزلوا يشوفوا الناس قبل ما يسلوا ادوارهم، كانت حالتنا الفنيه احسن من هيك بكثير. انت بايش ولا بايش؟ يا حسره. شكرا عينك يلا يلا. لا شو نسيتي؟ يعني ما في حرامي؟ لا لا ما في حرامي، بس انا عندي شوية ضيوف بالمكتب، حبيت ساوي لهم انا فنجان قهوة. معناها تفضل روح حضرتك لمكتبك وانا بعمل قهوة بجيب لكم اياها. لا 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 انت لا تتكلم، انت كملي نومتك وانا اللي بساوي لبعيد. القصة مو مثل ما لك فهمتيها، كل الموضوع وما فيه
انه اجى على بالي اشرب فنجان قهوه، فتت ساويت قهوه صبيتها زحلقت، وقع الفنجان انكسر. ليلى سمعت صوت كسر الفنجان، اجت تشوف شو القصه. هذا هو الموضوع كله. بس انا شايفه انك عم تتزحلق كثير بهالايام. بعدين مو فنجان واحد، فنجانين. لمين الفنجان الثاني؟ لمين الفنجان الثاني؟ انا اللي عم بسالك. ايه انت عم تساليني؟ فنجان ثاني لوحيد كان عندي بالمكتب وراح. ها لمين لك القهوه ما زال وراح؟ لمين؟ لك انا اللي عم بسالك. القهوه طالما راح الي، لانه انا اجى على بالي اشرب فنجانين سوا. فيها شيء هي، فيها شيء. بس انا بحياتي ما سمعت عن واحد بيصب لحاله دفعه واحده فنجانين قهوه. مزبوط. بده يشرب اكثر من فنجان، بيخلص الاول بيصب الثاني. اكيد. اما يصب لحاله فنجانين قهوه دفعه واحده، هيدي ما عم تدخل لعقلي. ما بتصير هي اصلا. شغله من تنتين. شو هن؟ يا اما كان في عندك حدا بالمكتب وما بدك ليلى تشوفها، يا فضحتينا بالرصاص البياني. وينها؟ 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 شو عم ساوي هولا؟ في فارة. فارة. فارة كانت هوني. وينها؟ عجبي؟ شايفة تربيتي؟ يعطيك العافية أستاذ. أهلاً أنسي. ممكن أقابل سيادة المدير العام؟ عفوا، مين حضرتك؟ قل له إني رفيقة طارق بالجامعة. طيب، افتحي دليل على خبر. طيب، شكراً. أستاذ أحمد، زميلة ابنك طارق بالجامعة. خليها. تفضلي يا أنسي. أهلين عمو. أهلا وسهلا. أهلين عمو. أهلا وسهلا. تفضلي تفضلي. خير عمو؟ لا بس. وليلي طارق عامل شي بالكلية؟ طارق ما عم يدير باله على دراسته بنوم، منوم على شلة شباب صايعين عم يسهر معهم كل يوم بمحل. أنا خايفة إنه يرتب ما يتخرج السنة. بصراحة أنا كثير ترددت قبل ما أجي لعند حضرتك، بس أنا شفت إنه من مصلحة طارق إنه حط حضرتك بالصورة، بلكي بنقدر نساعده. عمو أنت شو اسمك؟ سحر. عاشت الأسامي. شكراً. واضح إنه مستقبل طارق بيعنيكي كثير. طبعاً رفيقي بالجامعة. معناتها مصلحتنا وحدة بإبعاد هالشلة الملمومة حول طارق. بس برأيك شو الطريقة؟ أنا جربت كل الطرق وما قدرت. أنا شاكر إلك إنك إجيتي لعندي وخبرتيني، وشاكر إلك حرصك على مستقبل طارق، وبوعدك إني رح أتصرف. طلبك يا جارتنا على عيني وراسي. أنتي بتعرفي معزتك عندي. بس إذا حكيت لك اللي صار بيني وبين أخي ما رح تصدقي. رحت لعنده مشان يوظف ابني نضال ونخلص من ريحة الدهان ووسخه، ما رضي. وكمان أنتي ما رح يقبل يوظف ابني. جارتنا معك حق تنزعجي وتزعلي، بس كمان انا مو طالع بايدي شيء. 25,000 ليرة؟ نحن كلنا 4 اشخاص، يعني لو كل واحد اكل خروف ما بتطلع الفاتوره 25,000؟ استاذ هيك وصلتني الفاتوره مثل ما لك شايفها نظاميه يعني. طيب اطلبي لي صاحب المطعم اللي غدينا الوفد عنده. حاضر استاذ، ثواني بس. كل اللي اخذناه بتذكر 4 فراريش وصحنين متبل مجاوز وصحنين حمص مجاوز وكولا. معقول؟ لك شو هالفوضى هي؟ لك شو ما في تموين؟ ايوه استاذ، المطعم معك على الخط. طيب شكرا. الو، يعطيك العافيه. لا انا المدير العام. اهلين، نحن غدينا عندك الوفد امبارح، بس بعت لي فاتوره. لا الاكل طيب، مو مشكله الاكل، بس بعت لي فاتوره ب 25,000 ليره. نحن كل شيء طلبناه بتذكر 4 فراريج وشوية مقبلات، فحسبت حساب تكون مخربط مع طاولة تانية. شو هالحكي؟ طيب آسف عدم المؤاخذة. لا شكرا لك، شكرا. آنسة أمل، اطلبي لي الأستاذ سعيد فورا. هو عندي أستاذ. خليه يدخل. شو هاد؟
عم تمشي المي من تحتي وما لي حاسس. يا حبيبي وصل البلة دقني. ادخل. نعم. شو هاد؟ شو هاد؟ انا عم بسألك شو هاد؟ سيدي هي فاتورة غداكن مع الوفد المصري مبارح. وغدانا مع الوفد المصري ب 25,000 ليرة؟ سيدي هي الفاتورة ب 5,000 ليرة، بس أنا طلبت منهم يعملوها ب 25,000 ليرة. ها؟ معناتها حكي صاحب المطعم مزبوط. وليش حضرتك طلبت منهم يعملوها ب 25,000 ليرة؟ سيدي حتى نغطي نفقات تانية سيدي. وشو هي النفقات التانية؟ شبك؟ ما ترد؟ حاولنا نصلحه ما قدرنا. شو بدك اياه نرجع فرطنا مشان وضعنا مخربين؟ ايه طيب اعطيني فرصه، انا متاكد اني بقدر صلحه. طالما بالصناعه قالوا لنا ما بتصلح، بده قطع غيار من الشركه اللي صنعته. شو انت افهم منهم؟ ما في حدا افهم من حدا، الموضوع وما في اني انا عامل دوره عليه وصرت اعرف اعطاله. انت بس خليني احاول، اذا لازم له قطع غيار طبق له اياها. انت بس اسمح لي. ما اسمح لك أصلاً. أنا بدي إلغي ورشة التصليح بالمديرية وأرجع أصلح بالصناعة. طبعاً أحسن، فاتورة رايحة وفاتورة جاية والله بيعلم شو بسجل فيها. جرب نفسك وزين كلامك، أنت عم تحكي مع رئيسك كمان. وتفضل للمفروض الشباب تفضل. مين سيادة المدير العام؟ أهلا وسهلا. أهلا سيدي، تفضلوا تفضلوا لهون سيدي تفضلوا. يعطيك العافية. الله يعافيك سيدي، أهلا وسهلا. شو أخبار المرآب؟ تمام سيدي، كله تمام. والسيارات؟ جاهزة سيدي، كلها جاهزة. إذا بدكم سيارة تاركة سيدي في زيادة. لا شكراً، بس قل لي شو أخبار أبعد؟ عم يداوم؟ داوم سيدي داوم. وعم تشغله مثل ما وصيتها؟ ما عم خليه يرتاح دقيقة وحدة. على طول حامل الليفة والسطل ومن سيارة لسيارة. برافو عليك، لكان خلينا نستفد. تفضل سيدي، تفضل. سيدي تعفيني من الشغلة. اخ انا معي ديسك بظهري وما خرج هالشغلة منوب، فيا ريت ترجعني على المديرية. بس انا شايف انه هالشغلة لابقت لك منيح. ثقتي فيك كبيرة يا برعد، انك رح تخلي سيارات المديرية تطوي ضوي. اي مو حلوة سيارات الشركة تمشي بالشارع وهي موسخة، مو هيك؟ مزبوط سيدي، بس اللي دلك علي ما نصحة، في غيري احسن مني بكتير لهالشغلة. شبو الشغل؟ ما في شيء سيدي، ما في شيء. إيه لا في، اكيد صاحت لك شيء زحطه وانت عم تغسل السيارات جاي تطب على خلقتها. يا ابو رعد دير بالك، العمر مو بعزقك، اوعى تصحط. حاضر سيدي، ما بصحط. لطيف تعال سيدي سبيني على مكتبك، حضر القهوه لبين ما كمل جولتي. حاضر سيدي حاضر. رايك اوعى تصحط. لجنة المشتريات. خير، شو بقى لجنة المشتريات؟
السيارة كانت بحاجة لقطع غيار، عملت لهم قائمة فيها، عم جابوا لي أعطل بضاعة. ما ضل شهر زمان ردت التزايد. مشان هيك كنت عم تتخارق مع رئيس المغارة؟ ايش مين حضرتك؟ أنا المدير العام. المدير العام؟ إي نعم، المدير العام. مديرنا؟ مديركم. مو معقولة. وليش مو معقولة؟ على كل إن الله بعتك لفشل لك خلقي. في باص جديد إجانا هدية، ما صار له سنتين بالمرآة. طلع عليه شوفير غشيم قام نزعه من أول مشوار. عرضت على رئيس المرآة إنه يصلحه وطبق له القطع اللي لازمته، ما رضي. ليه؟ رئيس المرآة ما بده الباص يتصلح، لأنه صهره عنده ميكرو صغير. دبر له عقد مع المديرية مشان يشتغل بدال الباص المعطل. طبعاً من مصلحتهم إنه يضل الباص معطل. أنت واثق إنك بتقدر تصلحه؟ سيدي أنا عامل دور على هيك باصات. بعدين لا بدي أجرة ولا بدي مكافأة. بصلحه ضمن الدوام اللي عم بقبض عليه معاشي. يعني ما راح خسر المديرية شيء. خلص السيارة اللي بين إيديك وقول الله. يعني صار فينا نقدر نصلحه سيدي؟ بتصلحه وبقولك مكافأة. سالم خليك. لطيف. اهلا وسهلا سيدي. اهلا وسهلا، تفضلوا. انت عمالك شلون عم يطلعوا ينزلوا على المرآة؟ سيدي في ميكرو قطاع خاص رخيص وماشي حاله. ليش ما ادري؟ شو سيدي؟ انا فسخت عقد الميكرو اعتبارا من اول الشهر الجاي. ليش سيدي؟ حدا شكى لكم عن ميكرو شيء؟ يعني في هيك شيء ما عم يسعهم، صغير شوي واحيانا عم يقطعوا. سيدي مو الحق على الميكرو، الحق عليهم هن اللي عم يتاخروا لحتى ما عم يلحقوه. مشان هيك انا بدي احرمهم من الميكرو نهائيا وخليهم يطلعوا وينزلوا على حسابهم. على فكره انت بتطلع وبتنزل مع عمالك بالميكرو؟ بالحقيقه سيدنا في سياره مهرهره بالمرآة. قلت احسن ما تضل واقفه تحت الشمس تصدي. عم بطلع وانزل فيها على البلد. ليش ما تريد؟ بشو سيدي؟ السيارة اللي عم تحكي عنها نسقناها. بس حرمت نسخون سيدي، لساتها جديدة. هلا قلت لي انها مهرهرة. سيدنا هي مو مهرهرة مهرهرة ولا جديدة جديدة. عم تقضي غراض وماشي حالها. مزبوط، بس اصلاحها كثير وعم تكلفنا زيادة. بلاها احسن. بعدين سمعت انك عم تستغل سيارات المديرية لاغراضك الشخصية. طيب سيدنا، إذا باص المديرية معطل وميكرو القطاع الخاص فسختوا عقده والسيارة الصغيرة بدكم تسحبوها مني، أنا بشو بدي أطلع وأنزل على البلد سيدنا؟ مثلك مثل العمال التانيين، بكره بس يتصلح الباص بتطلعوا وبتنزلوا فيه. ومعليش عود الدوام.